نظم ليلة أمس الأمين العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ محمد زين بادة حفل عشاء بمناسبة الذكرى 27 ليوم الحرية والديمقراطية، وذلك بتشريف رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وحرمه هند ديبي إتنو ورئيس جمهورية السودان عمر حسن أحمد البشير. السيدة الأولى للبلاد هند ديبي إتنو تستقبل أعضاء فرقة ماجيك سيستيم، وذلك في إطار الاحتفال بعيد المشاركة بعيد الحرية والديمقراطية. وزير التنمية الصناعية والتجارة وترقية القطاع الخاص حامد محمد كوا يترأس فعاليات ورشة مراجعة حسابات وتعهدات المؤسسات والشركات المدرجة بميثاق الاستثمار. النشرة الرئيسية من الفضائية التشادية، أهلا وسهلا بكم. نظم الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ محمد زين بادة حفل عشاء بمناسبة الذكرى 27 ليوم الحرية والديمقراطية. حضر الحفل رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو والسيدة الأولى للبلاد وضيف الشرف الزائر للبلاد في احتفال عيد الحرية والديمقراطية الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير. تفاصيل هذا الحفل لدى الزميل آدم حسن مكاوي. الأول من ديسمبر للعام 1990، الأول من ديسمبر للعام 2017، 27 عاما من الحرية والديمقراطية هي كانت وما زالت عنوان أبرز لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ الذي تكفل بسطها وتوظيفها على طول البلاد وعرضها. ذكر هذا اليوم التاريخي أبت فيه نفوس المناضلين والمناضلات لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ في الأمانة العامة إلا أن تضع فيه لمسة احتفالية خاصة، فجاء حفل العشاء بمناسبة هذه الذكرى للعام 2017، وجاء معه الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ إدريس ديبي إتنو وحرمه سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو وضيف شرف العيد 27 للحرية والديمقراطية رئيس جمهورية السودان الشقيقة عمر حسن أحمد البشير، لينيروا شمعة 27 ليوم الحرية والديمقراطية الذي رأت فيه البلاد النور بعد ظلام الدكتاتورية. احتفال إحياء يوم الحرية والديمقراطية هذا الذي شرفه الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير إلى جانب أخيه رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو عبر عن مدى عمق العلاقات الأزلية وأواصر التعاون التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ محمد زين بدا في خطابه شكر الزوج الرئاسي على تشريفهما الحفل، مشيرا إلى أن هذا إن دل فإنما يدل على اهتمام رئيس الجمهورية بنشاط الحزب، مثمنا في الوقت ذاته حضور وتشريف الرئيس السوداني لهذه المناسبة التاريخية. Permettez-moi de revenir à la présence parmi nous de son excellence monsieur le président Omar Hassan al-Bashir. بالحضور على فقامة السيد الرئيس عمر حسن البشير معنا اليوم. أن هذا الحضور هو بيمثل دليل بأكد بكون ميزة العلاقات والتفاهم والتعاون بين الزعماء الاثنين إدريس ديبي إتنو وعمر حسن البشير، وميزة العلاقات وعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين تشاد والسودان والشعبين الشقيقين الشعب التشادي والشعب السوداني والأحزاب الاثنين ألا وهم المؤتمر الوطني للسودان والحركة الوطنية للإنقاذ MPS. كما كان هذا الحفل فرصة للتلاحم بين المناضلين والمناضلات بالنظر إلى حصيلة التقدم التي حصدتها البلاد بجهود الرئيس المؤسس لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في سبيل إرساء قواعد الديمقراطية والسلام والتنمية في جميع المجالات. Le président fondateur a toujours demandé aux Tchadiens de revenir au secteur dont le الرئيس المؤسس قد طلب دوما من التشاديين للرجوع الى القطاعات التي مصدرها دائما الارض الزراعه والثروه الحيوانيه وهما الركيزتان الاساسيتان للاقتصاد التشادي. ان الحركه الوطنيه للانقاذ وبعد ان سمنت ملائمه هذا البديل للخروج من الازمه دعت الحكومة للتطبيق بدون مهلة. وتوج الحفل في ختامه بمأدوبة العشاء على شرف هذا اليوم.
وخلال خطابه في حفل العشاء بمناسبة ذكرى 27 أكد محمد زين بادة الأمين العام للحركة الوطنية الإنقاذ دعم ومساندة المناضلين والمناضلات للرئيس المؤسس رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. جزء من هذا الحديث. Ces derniers temps, le Tchad et notamment son président sont victimes d'une vague odieuse de في الآونة الأخيرة أعداء تشاد أصبحوا وقاموا بحملة تشويه متوجهة لخطابات كاذبة. لا ننسى كون هناك أجندة خفية ضد بلدنا تشاد. كيف في وقت جيشنا الوطني الباسل المواجه الزحف الجهادي بثمن تضحيات عليا من قواتنا البواسل بتهم بلدنا كونها بؤر للإرهابيين وبتهم رئيسنا بالرشوة؟ فقال الرفقان خليكم واعيين وحاضرين، احذروا لأن مصالح الدول الكبرى ليست مصالحنا. إيب للأمريكان شركة إيسو عندما جات في تشاد، هل جات إيسو جات في تشاد بالرشوة؟ نقول لا ولا ولا أبدا. الرئيس المؤسس مناضلين الأمبيس أبدا ما مغفلين، كلهم بصوت عالي يقولوا أنت ما رئيس مرتشي لكن أنت رئيس غيور لاستقلال بلدنا وتريد الشرف للشعب التشادي. أسباب ده بمناسبة هذا اليوم التذكاري اللي هو نتيجة نضال دفعتم فيه الدم وأرواح رفاقك الشهداء الذين وقعوا في الميدان من أجل انتصار الحق في الظلم. باسم كل المناضلين أنا MPS نأكد لك من جديد السيد الرئيس التزامنا القوي معك وفي كل زمان وفي كل مكان، نقول لك نعم من أجل حفاظ المكاسب مكاسب الديمقراطية. مثل قواتنا وجيشنا تحت رعايتك أصبحوا الدرع والحاجز ضد المتطرفين هؤلاء المجانين والمهربين. مناضلين MPS هم أيضا بمثلوا الحماية ضد كل النوايا السيئة التي تريد دمار المكتسبات الديمقراطية في بلدنا. نقول للمناضلين إن الحركة الوطنية للإنقاذ من ضمن كل الأحزاب المتواجدين في تشاد، MPS هي بس الحزب الوحيد الحزب الممثل وحاضر في كل الأراضي الوطنية بدون أي تفرقة. إذن للشباب أو أكو من أنصار الأصوات القبلية والطائفية، ديل ناس بفتشوا الخطر، ما تتبعوا هؤلاء الموهومين وما تسموا تجار الأوهام والقيال. إن مستقبلكم مستقبل الشباب هو في داخل الحركة الوطنية للإنقاذ MPS.